تحية لكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من واجهة الصحافة. نحتفل هذه الأيام بذكرى انتصار 6 أكتوبر، مرور 50 عام على هذا الانتصار العظيم الذي استردت فيه مصر الأرض، حرب العزة والكرامة. هذه الحروب التي كانت حروب تقليدية تنتمي إلى حروب الأجيال الأولى والثانية، لكن بعد ذلك بنجد أن هناك تطور في مفهوم الحروب، حروب غير تقليدية، الحرب الجيل الرابع ثم الجيل الخامس، حروب تستهدف الأجيال، تستهدف الوعي المجتمعي، هدم الثوابت والقيم والانتماء الوطني وتفتيت الشعوب. نجحت بالفعل هذه الحروب غير التقليدية في هدم كثير من الأمم والمجتمعات والدول في منطقتنا، وبالتأكيد مصر مستهدفة من خلال هذه الحروب، ولذلك سعت الدولة المصرية إلى تبني استراتيجية تتضمن كثير من النقاط والمحاور الهامة، من أبرزها الاستثمار في العنصر البشري في مجال تطوير البرمجيات ونظم الحماية، والعمل على مشروع وطني لأجل حماية البنية المعلوماتية من الاختراق، وأيضا تفعيل استراتيجية الأمن السيبراني كاستراتيجية قومية لمواجهة هذا الخطر، وزيادة الوعي المجتمعي لمن نواجهه من هذا النوع من الحروب. رحبوا معي في هذه الحلقة بكل من المحلل السياسي اللواء الدكتور أحمد الجزاوي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. بنرحب بحضرتك. وأيضا بتشرفنا الأستاذة نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. بنرحب بحضرتك. أهلا بك يا فندم. فاصل قصير وبعده بنبدأ في طرح الأسئلة على ضيوفنا الكرام، ابقوا معنا. مرحبا بكم مرة تانية، ونبدأ حوارنا مع ضيوفنا الكرام. يعني سيادة اللواء، إذا كنا نتحدث عن تطور الحروب مفهومها من الجيل الأول حتى الجيل الخامس، الفرق بين الحروب التقليدية والحروب غير التقليدية، وكيف تطورت في آلياتها وتكتيكاتها واستراتيجياتها إلى أن وصلنا لحروب الجيل الخامس؟ هو بداية الحروب فن هي الحروب العسكرية بالجيوش، ودي ابتدت أول من الحروب التقليدية القديمة خالص، تطورت بعد كده الحروب بالمدفعية وحروب الصواريخ وحروب بالطيران وحروب بأدوات حديثة من الحروب. دي بس الحروب دي كانت فيها عمل فعلي على الأرض، وده كان في القرن العشرين. تمام. هذه الحروب كانت بتواجه مقاومة شعبية لدحر المستعمر وخروجه بره، مع نشأة الأمم المتحدة سنة 1945 وبداية الدول تطالب بالاستقلال وانضمامها للأمم المتحدة. تغيرت الفكرة دي من احتلال الأرض وتقسيمها على أساس وطني أو قومي أو عشائري في المنطقة العربية بالذات، إلى نظام جديد بقت الحروب الحديثة دي باسمها إيه؟ آليات تفكيك. آليات التفكيك دي سياسية واقتصادية واجتماعية وسياسية. تمام. هذه الآليات بيقوم بيها مين؟ ظهر لنا في المجتمع الحديث ما يسمى بالفاعلين الدوليين من غير الدول. من هم الفاعلين الدوليين من غير الدول؟ هم الكيانات التي لا تخضع لسيطرة الدولة ولكنها تعامل في المجتمع الدولي معاملة الدول. من هي هذه الكيانات؟ هي هنلاقي كل المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة لتنفيذ أهدافها في المناطق المستهدف، زي مثلا امريكا دلوقتي بتخاطب مصر من خلال منظمه حقوق الانسان. ده الذريعه اللي بتستخدمها للضغط على مصر. هتلاقي صندوق النقد الدولي، منظمه التجاره العالميه، البنك الدولي، الثالوث الاقتصادي، دي منظمات عالميه مسيطره عليها امريكا والصهيونيه العالميه، بالتالي بيقدروا يخلوا الدول ويسيطروا عليهم اقتصاديا من خلال هذه الاليات. الآلية الأخيرة اللي بتستخدم دلوقتي لهدم الدول هي إيه؟ الجماعات شبه المسلحة والجماعات الإرهابية. تمام. لو حضرتك نبص كده، نشأة داعش ظهرت إمتى؟ مع دخول سوريا. صحيح. أين داعش قبل سوريا؟ من الذي صنع داعش؟ ومن الذي وضعها في هذه المناطق؟ ومن الذي يدعمها؟ هنلاقي إن داعش موجودة في الأماكن اللي فيها ثروات طبيعية في ليبيا. هي من خلال سيطرتها على مناطق الغاز والبترول في ليبيا، في سوريا، بتبتدي هي تصدر
الطاقه دي تطلعها بره باسعار زهيده للسلفين للدول المستهدفه. لو بصينا في السودان هنلاقي جنوب السودان فيها بترول، دارفور فيها بترول وذهب، ليبيا المنطقه اللي فيها بترول. فاذا كل المناطق اللي فيها ثروات طبيعيه هي مناطق مستهدفه في المنطقه عندنا، وبالتالي بتستخدم هذه الاليات لاستهداف هذه المناطق. طيب احنا بقى الفكره قايمه على ايه؟ لو حضرتك برنارد لويس في سنه 1982 لما حط مخطط تقسيم منطقه الشرق الاوسط، هو كان رجل دارس للثقافه العربيه ويعلم ان المنطقه العربيه كلها منطقه عشائريه وقبليه وطائفيه. فاذا بدايه فكره التقسيم ان انا اعمل فتنة ما بين العشائر والقبائل والطوائف. وعندنا نموذج حي قدامنا اهو، لما حدث في العراق، ما حدث في سوريا، ما حدث في اليمن، ما حدث في ليبيا، ما يحدث الان في السودان. دي الفكره اللي قايم عليها. طب الفكره دي جت منين؟ عندنا ميكافيلي في القرن 16 عرف الدوله من خلال فكره العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي بيقوم على جماعه من الناس تقطن قطعه من الارض وسلطه حاكمه. بموجب هذا العقد الجماعه من الناس بتتنازل عن جزء من حرياتها لسلطه تحكمها في مقابل الحصول على ايه؟ على الامن. طب هذه الجماعه من الناس عشان تتنازل عن جزء من حريتها لسلطه تحكمها يجب ان تكون هذه الجماعه على توافق مجتمعي متفقين مع بعضهم. يبقى اذا الفكر الحديث دلوقتي في الحروب الحديثه مش حال فكره الحروب العسكريه، لا، هي فكره هدم الامن داخل الدول. تمام. وعشان اهدم الامن داخل الدوله الارهاب لوحده لا يكفي. الارهاب بيجعل لا يفرق بين ابيض واسود، فبالتالي هيخلي المجتمع في حاله تلاحم لمواجهه الارهاب. صحيح. يبقى الاساس ان انا افك هذا المجتمع، افك هذا المجتمع عشان لو فكيت هذا المجتمع يبقى خليت هذا المجتمع يفقد الامن، وبالتالي هرم القوه ينهار في الدوله. صحيح. هو هرم، اسف ان عطلت، بس هو هرم القوه في الدوله ايه؟ هرم القوه في الدوله اول عنصر فيه القاعده اللي قايم عليها هرم القوه هي الامن. اذا توفر الامن توفرت سياده القانون. قدرت الدوله تفرض سياده القانون. اذا الدوله قدرت تفرض سياده القانون هتحقق المشاركه السياسيه لافراد المجتمع. صحيح. وبالتالي قدره الدوله على تقديم الخدمات الاساسيه من تعليم وصحه واقتصاد ونقل للحياه اللي فيها رفاهيه للمواطن. طب اذا الدوله فقدت قاعده الهرم اللي هي الامن هينهار سياده القانون وهتنهار المشاركه السياسيه وهتنهار الخدمات اللي ممكن تقدمها الدوله للمواطنين، ومن هنا تبتدي فكره تبتدي بدايه التفكيك. صحيح. طيب استاذه نيفين، اذا كنا بنتكلم عن محاولات استهداف الدول من خلال حروب الجيل الرابع والخامس، فايه هي الادوات المفترض ان احنا نتخذها لمواجهه مثل هذا النوع من الحروب؟ هبدأ كلامي طبعا اللي أنا أقول كل عام ومصر كلها بخير بمناسبة الذكرى 50 لانتصار حرب أكتوبر، وكل عام ورجال القوات المسلحة البواسل وجيشنا الباسل بألف خير وصحة وسلامة. هذا الجيش اللي فيه ارتباط أزلي بينه وبين شعبه في ظاهرة يعني تاريخية، حب هذا الشعب لهذا الجيش العظيم، وبيشاركوا في فرحته وفي انتصاره في العيد 50 لانتصارات القوات المسلحة. طبعا لو حضرتك بتسأل تحديدا ازاي نواجه يعني هذه الامور، اول حاجة الشائعات. احنا شايفين الشائعات منتشرة في كل شيء حوالينا، في صحيح. كل الهيئات والوزارات دايما المركز الاعلامي المجلس الوزراء يوميا بيطلع تكذيب لهذه الشائعات اللي طبعا يعني بتصب في مصلحة الوطن ومصلحة أبناء الوطن والمصلحة اللي بتتعرض للمواطن اللي بيتعرض لها المواطن في حياته اليومية. يعني لو شفنا في قطاع زي قطاع التعليم هنلاقيه من أكثر القطاعات اللي فيه شائعات. على سبيل المثال تأجيل الدراسة، تقديم الامتحانات، امتحانات الثانوية العامة هتبتدي يوم كذا هتنتهي يوم كذا، عشان يحصل بلبلة في المجتمع وتشكيك. طبعا التعليم يعني في كل بيت في مصر، فبيبقى في حاله عند الشعب المصري اللي عدد اسره اكتر من 25 مليون اسره، فكل هذه الاسر بيبقى فيها دايما يعني حاله من الارتباك بسبب هذه الشائعات. الحاجات بقى المتعلقه بالصحه، اللي متعلقه بالتموين، المتعلقه بالزراعه، كل ما يهم المواطن البسيط او المواطن يعني درجه ثقافته اعلى شويه او لدرجه ثقافته متناهيه،
كل هذه الامور يعني بتحقق من يعني الارتباك والعدم المساواة في المجتمع. طبعا في امور كثيرة جدا يعني يمكن كنا احنا بنتناقش قبل الفاصل في دور الاعلام واهمية تسليط الاعلام على ازاي نواجه هذه الشائعات وهذه الاكاذيب اللي بتحصل على مستوى المجتمع. يمكن احنا كل واحد فينا في مجاله بيواجه هذا الامر بشكل او باخر، بنتكلم على الدراما وعلى ازاي انها تناقش وتوعي الناس، وقضية الوعي اللي سيادة الرئيس دايما بيأكد عليها في كل مؤتمراته ولقاءاته ان لازم يبقى فيه يعني وعي، سواء من خلال طلب المدارس والجامعات ومن خلال الندوات التثقيفية اللي خاصة بالمدارس والجامعات، سواء من خلال مراكز الشباب ووزارة الشباب، سواء من خلال التوعية المباشرة اللي بنقوم بيها كدورنا كإعلام. فكل هذه الأمور لو تم يعني رصدها وتم معالجتها أعتقد اللي احنا هنواجه العالم كله وهننهي هذه الأكاذيب وهذه الشائعات، ونقدر كمان اللي احنا نثقف نفسنا بصورة أكبر. يمكن يعني احنا عندنا دايما المجتمع المصري يعني بيثق جدا في العلماء، بيثق جدا في المشايخ، في رجال الكنائس، يا ريت يبقى في توعيه في كل هذه الامور لمواجهه هذه الشائعات ولمواجهه هذه الاكاذيب. وعلشان كمان يعني لما بنقول ايه عشان نبقى دوله متماسكه لازم اللي يبقى فيه تعاون ما بين جميع افراد المجتمع للتوعيه بالحجم الانجازات والمشروعات القوميه اللي بتحدث على ارض مصر وايه العائد منها وإيه المستهدف منها في المستقبل. صحيح. كل هذه الأمور هامة جدا في هذا الشأن. تمام. طيب إحنا هنشوف تفاصيل أكتر في هذا التقرير وبعده بنرجع لاستكمال الحوار. حروب الجيل الرابع والخامس هي حروب تهدف إلى إسقاط الدولة المعادية، ولكن من خلال تفكيك مفاصل الدولة وهدم أركانها بتدمير عقول الشعوب وإفقاد المواطنين الإيمان بدولتهم والتشكيك في قدرة الدولة على توفير احتياجات مواطنيها. وتحقق حروب الجيل الرابع والخامس أهدافها بأقل الخسائر البشرية والمادية مقارنة بالدخول في حرب تقليدية والتي تكلفها أرواح جنودها وتكلفة معداتها الحربية. ويتم تطويع التكنولوجيا الحديثة والإنترنت تحديدا كأداة لحروب الجيل الرابع والخامس، كما يعد من أدوات ووسائل حروب الجيل الرابع والخامس زرع أو تصدير الإرهاب للدولة ليشعر المواطن بعدم الأمان ويفقد الثقة في قدرة دولته على حمايته وبالتالي في دولته نفسها. يضاف إلى ذلك الوسيلة الأكثر شيوعا وهي الحرب النفسية التي تشن ضد الدولة باستغلال الأوضاع الاقتصادية العالمية لنشر الشائعات والأكاذيب الموجهة ضد دولة بعينها للنيل من ثقة المواطن في دولته ونظام الحكم بها. ويعد أيضا إشعال الفتن الطائفية والدينية والعرقية إحدى الأدوات التي ترتكز عليها هذه الحروب لتفكيك مفاصل الدولة. التطور الهائل في وسائل تكنولوجيا العصر الحديث أصبح سلاحا ذا حدين ما لم يتحرى المواطنون الدقة في مصادر أخبارهم والهدف من انتشارها. مرحبا بحضراتكم مرة تانية وبنستكمل حوارنا مع ضيوفنا الكرام. يعني سيادة اللواء، إذا كلمنا عن النماذج اللي نجحت فيها في بعض الدول هذا النوع من الحروب الجيل الرابع والخامس لأنها تسقط أنظمة هذه الدول، وليه لم يتم الاستفادة من هذه الدروس؟ يعني إذا كانت هذه الدول موجودة وبتسقط تباعا الدولة تلو الأخرى، ليه ما يبقاش في وعي بيتشكل لضمان عدم تكرار ده في دول أخرى؟ أو مثلا حضرتك لو شفنا ماكس مانروينج اللي هو الخبير العسكري الامريكي سنه 2012 في اجتماعه مع قاده الجيش الاسرائيلي كان بيتكلم على حروب الجيل الرابع، انها اجعل عدوك يقتل نفسه بنفسه. طيب ازاي؟ حضرتك وانا والهانم احنا عقيدتنا اتزرعت جوانا خلاص. يبقى هو احنا المستهدفين. هو المستهدف الاجيال الجديده، الاطفال اللي لسه بتتكون عقيدتهم جواه، عشان يبقى بعد 30 سنة هو الجيل اللي يقدر ينفذ هذا الأمر. طيب احنا دلوقتي حضرتك لو بصينا فكرة الفرقة ما بين الجماعات اللي حصل في العراق، بقى عندنا شيعة وسنة وأكراد. اللي حصل في لبنان
شيعه وسنه ومارونيين. اللي حاصل في اليمن عشائر، اللي حاصل في ليبيا عشائر، اللي حاصل في السودان قبائل. هي الفكره كلها فكره التفتيت من الداخل، احنا ازاي اخلي الجماعات دي تتناحر مع بعضها، وبالتالي يبقى فكره التفتيت يتم داخل الدوله. يعني احنا ليه الاجيال، احنا ليه يعني اللي حصل في العراق 2003 ليه ما استفدناش منه في سوريا في 2011؟ وليه ما استفدناش منه في ليبيا 2011؟ وليه ما استفدناش في السودان؟ لان ايه حضرتك الفكره كلها فكره الزعامه، مع وجهه نظري انا ان كل جماعه من الناس بتعتقد انها هتبقى ليها الزعامه وانها تقبل انها تستخدمها، بينفصل الانتماء القومي يتحول الى انتماء عشائري وقبلي، وبالتالي يبقى طالما انتماء العشائري او قبلي طغى على الانتماء القومي هيحصل ايه؟ حتى تفكك الدوله. طب تتفكك الدوله ازاي؟ حارب الدوله فندم دايما من كل طوائف المجتمع. فاذا وصلنا ان هرم الدوله نفسه يبقى في حاله تناحر ما بينهم وبين بعض، ما بقاش انا انتمائي القومي، بقى انتمائي العشائري يضغى على انتمائي القومي، فبساعد العشيره بتاعتي على حساب انتماء القومي، وحضرتك بتساعد العشيره بتاعتك او القبيله بتاعتك على حساب الانتماء القومي، فبالتالي هنا كل واحد فينا بعد ما احنا نبقى ماسكين اطراف الدوله، احنا فككنا الدوله من خلال الهرم ومن خلال القاعده. فاخذنا الان. طيب استاذه نادين، برضو من خلال نماذج هذه الدول اللي سقطت بسبب حروب الجيل الرابع والخامس، شايفه اوجه القصور عندهم على المستوى الشعبي والتوعوي كانت عامله ازاي عشان نستفيد من ده لضمان عدم تكراره في دول اخرى؟ لانه النماذج دي المفروض انها بتدرس، ازاي دول بتسقط بهذه السهوله بدون اي حروب تقليديه، بدون اي صراع على الارض، وبتتفتت وبتنقسم، وده حصل في دول قريبه مننا في منطقتنا العربيه. اوجه القصور ايه؟ الوعي الشعبي في مواجهة مثل هذه الحروب في هذه الدول، مؤسسات الإعلام والتعليم والثقافة وكل ده، يعني إزاي استسلموا لمثل هذه الحروب؟ لو احنا اتكلمنا على التعليم والثقافة هنلاقي ان اغلب هذه الدول يمكن كانت متقدمة في الفرعين دول تحديدا، لكن في مشاكل اكبر بتواجه هذه الدول. اول حاجة السوشيال ميديا، الكارثة المهولة اللي منتشرة في عالمنا العربي. هذا السلاح اللي يمكن يعني زي ما له ايجابيات فهو له سلبيات اكتر من ايجابياته. فازاي استخدام بقى هذه الوسائل بصورة يعني مقننة او بصورة يعني تخدم اي نظام او اي دولة، هو ده السؤال. وفي طبعا وسيادة اللواء عارف وحضرتك عارف ان في كثير من الدول يعني بتمنع هذه وسائل التواصل الاجتماعي او بتقننها بشكل او باخر في حدود هذه الدولة، زي الصين مثلا على وجه التحديد، او بيبقى في يعني متابعة لهذه المعلومات اللي بتنشر على السوشيال ميديا اللي هي بتدمر مجتمعات باكملها. تمام. تاني حاجة طبعا اللعب على النواحي الاقتصادية. اغلب هذه الشعوب او هذه المجتمعات النواحي الاقتصاديه وعدم العداله الاجتماعيه في توزيع الثروات بتخلي التاثير سهل جدا على ابناء هذه الشعوب، فلازم العب في هذه المنطقه. منطقه اخرى الفتن الطائفيه زي ما ذكرته، في طوائف، في عشيرات، في نوع من انواع الديانات المختلفه، فلازم نلعب على هذه الناحية اللي هم حاولوا بقدر أو بآخر يلعبوا عليها هنا في مصر، لكن فشلوا فشل ذريع. لقوة تماسك وحضارة هذا الوطن وهذا الشعب. ففي تماسك وفي قوة بتجمعه، مش سهل أبدا اختراقها ومش سهل أبدا اللعب فيها. فكل هذه الأمور تم يعني الدخول ليها لهذه الشعوب، وان ازاي هذه الشعوب تبتدي ان هي يعني ناحيه التمسك بالعادات والتقاليد والثوابت الوطنيه يعني تقل فيها، ازاي يلعبوا في ان هم يفتتوها، وايضا بيحاولوا يعني من خلال كمان المنصات الالكترونيه اللي بنشوفها دلوقتي ومنصات الفنيه بيلعبوا في هذه الثوابت. لكن صحيح. طبعا قوه تماسك الشعوب، قوة النواحي الدينية عندها، قوة الروابط اللي بتربط بين أبنائها، بتواجه كل هذه الظواهر. وأعتقد أن الحمد لله الشعب المصري يعني كان عنده الوعي الكافي اللي قدر يفرز وقدر أن هو يعني يوجه اهتماماته ويوجه قراراته ناحية القرار الصائب والصحيح.
صحيح. طيب سيادة اللواء، أسألك عن محاور الاستراتيجية المصرية لمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس. بالتأكيد مصر أدركت ده وبتسعى لدعم الوعي المجتمعي من خلال آليات مختلفة واستراتيجية وطنية، أبرز محاورها إيه؟ بص يا فندم، هي الحروب الجيل الرابع والخامس بتلعب على الهوية. الهوية بتاعتك، احنا عندنا في مصر هنا عندنا الهوية السياسية بتاعتنا ان احنا مصريين، انا مصري بقى من اي محافظة في مصر، من اي مكان داخل مصر انا مصري. هذا الامر غير موجود في الدول التانية، الدول العربية. الانتماء العشائري او القبلي بيبقى اقوى من الانتماء القومي. لكن تعقيبا بس استكمالا اللي قالته الهانم حضرتك فيما يتعلق بالسوشيال ميديا، هي امريكا لما دخلت العراق سنة 2003 اول حاجه هدت ايه في العراق؟ هدت كل ما هو تاريخ للعراق. صحيح. اللي عاش الحرب في العراق يعلم ان العراق دوله لها تاريخ. لكن اللي بيتولد دلوقتي في العراق شايف العراق دوله لها تاريخ؟ لا طبعا. دوله على فرقه، دوله فيها تناحر طائفي شديد جدا. فكره تقسيم المقسم وتجزيء المجزا اللي هي قايمه عليها الاجيال الحديثه من الحروب. تقسيم المقسم، احنا قسمونا في سايكو سبيكو في القرن الماضي، خلونا دول. طب هذه الدول لما عملوا الحدود الوهميه ما بينها خلوها في حاله تناحر حدودي، صراع حدودي، ولا حاله توافق حدودي؟ خلوها كل المنطقه العربيه بتاعتنا في حاله تنافر حدودي او صراع حدودي. صحيح. لو احنا بصينا على الدوله المصريه هتلاقي قبائل ولاد علي في الصحراء الغربيه نصها مصري ونصها ليبي، صح؟ طب قبائل ولاد علي انتمام لمين؟ لا لمصر ولا ليبيا، انتمام لولاد علي. يبقى دي نقطه اقدر استغلها، وده اللي تم في 2011. النوبه سوداني ومصري، النوبه انتمام لاهل النوبه لبلد النوبه، لا انتمام للسودان ولا لمصر، فيبقى دي نقطه. فدايما فكره التفكيك بتبتدي ان انا افكك الدوله من حدود بعيدا عن المنطقه المركزيه. طيب احنا الدوله المصريه عملت ايه حضرتك بقى؟ لا استكمالا اللي حضرتك كنت بتقول، استراتيجيه مصر من 2013 هي اعاده بناء هياكل الدوله اللي كانت استنفذت وكانت سبب في احداث 2011. اول حاجه العشوائيات. العشوائيات خلقت بؤر اجراميه. صحيح. وخلت بؤر احساس المواطن بالمواطنه اللي ساكن في العشوائيات ان الدوله مش قادره توفر له ابسط وسائل الحياه. فبالتالي هي اللي هو يبقى حاسس انه هيبقى احساس بالمواطنه، حاسس ان هو مصري. اكيد احساسه بالمواطنه بيختلف عن اللي عايش في جو في رفاهيه. فالدوله ابتدت تتجه انها تعالج العشوائيات، وابتدت ترفع من شان العشوائيات، وما بتخاطبش اللي سكان العشوائيات الكبار، هي بتخاطب اطفال العشوائيات اللي هم بعد 30 سنه هيبقوا هم اللي هم الواجهه اللي هتحكم. تمام. طيب دي بالنسبه للدوله ابتدت تتدخل في استراتيجيه التعليم وبتحاول تطور التعليم، والتعليم هو الاساس لبناء اي دوله. احنا في مصر يجب ان يكون النظر لحاجتين، التعليم والصحه. اليابان مثلا كنموذج، بعد ما انهارت في الحرب العالميه الثانيه واصبحت دوله منهاره تماما، اعاده بنائها ازاي؟ من خلال التنميه في الانسان. لقيت ان التنميه في الانسان في خلال التعليم والصحه هو الاساس لبناء المجتمع الياباني. شوف اليابان بقت فين دلوقتي؟ من خلال الحاجتين دول. الدوله بتتجه اتجاه حميد جدا 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 في اتجاه التعليم والصحه واتجاه برامج التعليم. بس انا وجهه نظري يعني التعليم الاجنبي في مصر هو اداه من ادوات هدم الدوله، لان التعليم يعبر عن الثقافه والعادات والتقاليد للمجتمع. احنا الاجيال بتاعتنا اتعلمت تعليم مصري فاصبح عندنا انتماء للدوله المصريه. لكن التعليم الاجنبي في مصر بكل بثقافه بلده بعيدا عن الثقافه المصريه. احنا مثلا احنا اتعلمنا فكره دراسه التاريخ المصري اللي بيعرفك قد ايه احنا دوله عريقه وعظيمه. صحيح. لك تاريخ على مختلف العصور. احنا اتعلمنا في التاريخ بتاعنا قد ايه مصر عملت عشان توصل ل 73، وقد ايه 73 دي كان انتصار عظيم. واجيال 73 اللي عاشت هذه الحرب ما بعد نكسه 67، قد ايه التوافق المجتمعي
والالتفاف حول الدولة ووضع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية جانبا في مقابل هدف أكبر هو عودة الأرض وعودة الانتصار وربط الاعتبار. فكان في هدف قومي بيحكم المصريين، وصلنا لحرب 73 ان احنا ننتصر باقل الامكانيات الموجوده. ما هو الهدف القومي الموجود دلوقتي داخل المجتمع المصري تجاه الدوله المصريه؟ للاسف الدوله بتسعى جاهده انها تبني هدف قومي من خلال المشروعات القوميه اللي بتعملها لتحسين مستوى معيشه المواطن، لكن هل المواطن بيشعر بهذا المجهود؟ هي دي النقطة. احنا ما عندناش، المواطن لا يشعر بالمجهود الذي تبذله الدولة. طيب هل المواطن يبتدي يشعر بهذا المجهود امتى؟ من خلال وسائل الإعلام، من خلال إعلام نقي يخاطب عقول الناس بشكل موضوعي وبدون مجاملة، يبقى في نقد بناء مش مجرد النقد وخلاص، يبقى في لازم يبقى في وجهة إعلامية تجتذب المواطن المصري ان هو صحيح ينظر إليها. طيب خليني أنقل بقى لنقطة الإعلام الأستاذة نيفين، لأن هي طبعا صحفية وإعلامية، يعني الإعلام بتأكيد مهم جدا زي ما اتكلم سيادة اللواء، لأن هو إزاي يحسس المواطن بالإنجازات على الأرض، يواجه الشائعات ويؤكد الحقائق. شايفة الإعلام المصري قد إيه نجح في ده حتى الآن؟ أوجه القصور الموجودة، ومش عيب إن احنا نتكلم عنها بكل صراحة، اللي محتاجه الإعلام والصحافة علشان يواجه حروب الجيل الرابع والخامس، عشان يبني جسر من الثقة والتواصل الحقيقي بين الشعب والحكومة والقيادة، يجعل الشعب يثق في كل ما تقول الحكومة من معلومات وحقائق وقرارات، بعيدا عن أي محاولات للتشكيك أو زعزعة هذا الاستقرار أو الثقة. يمكن انا يعني بتفق مع سياده اللواء في نقطه ان المواطن العادي البسيط مش مستشعر باهميه الانجازات والمشروعات القوميه اللي بتقام على ارض الوطن، ومش واصل له ايه الاستفاده اللي ممكن تعود عليه سواء في الوقت الحالي او مستقبلا على اولاده من هذه الامور. يمكن انا قبل ما اجي مباشره التلفزيون كنت بتناقش مع يعني رؤسائي في جريده الاهرام ازاي يعني نعمل موضوعات يبقى فيها زياده للوعي بالنسبه للمواطن بهذه الانجازات وبحجم هذه المشروعات، ونتكلم مع يعني راجل الشارع البسيط، ونحاول ان احنا نعرف اراء الناس ايه ونقدر نوصل لهم المعلومه بشكل او باخر، لان احنا في الجريده دلوقتي عندنا عده منصات، منصات الكترونيه ومنصات خاصه بالراديو وبالتلفزيون، يعني على مستوى جريده الاهرام نبدا احنا بنفسنا نعرف الناس بحجم هذه المشروعات والاستفادة اللي عليهم. على المستوى الشخصي انا بقوم بالدور ده في طول الوقت، يعني مع في اي مكان بشتري منه حاجه، في اي وسيله مواصلات انا يعني بستخدمها، بحاول ان انا افهم الناس، وده يعني بشكل منفرد الانجازات دي هدفها ايه، المشروعات دي هدفها ايه، الطرق اللي بتتعمل دي بتتعمل ليه، القطوره اللي بتحصل، المترو، انواع الوسائل المواصلات المختلفه. الناس في الاول بتبتدي بهجوم وما بتبقاش يعني قادره انها تستوعب الكلام قوي، لكن بالمناقشه وبالراحه وبتقدر تنزل لمستوى هذا الرجل صحيح. البسيط وتفهمه ان العائد ده ممكن يكون عائد مباشر عليك في الوقت الحالي وممكن يبقى على ابنائك في المستقبل، فبيبتدي الناس يستجيبوا وبيبتدي الناس ان هم يعني يفهموا الوضع على حقيقته ويفهموا ايه اللي بيحصل والطرق دي لازمتها ايه، وانها تسهل في يعني بتسهل لك انت كمواطن الوقت الوقت والجهد والبنزين. وفكرة اللي هو استخدام الإعلام الجديد أو الرقمي، لأنه الإعلام التقليدي يمكن ما بقاش ليه نفس التأثير زي ما كان موجود مثلا من 10 سنين، لأنه طبعاً بقى لغة العصر دلوقتي أو لغة التواصل اختلفت بسبب التكنولوجيا وغيره. ده مهم أنه الإعلاميين والصحافيين يستخدموا أساليب التواصل الحديثة دلوقتي في التوجيه الإعلامي أو الرسائل الإعلامية. كل الناس معاها دلوقتي على الأقل موبايل بتقدر إنها بيجي لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي صحيح. فيديو معين، تصريح معين، نقدر إحنا نواجه ده بشكل شخصي أو بشكل مؤسسي من عن طريق مؤسساتنا الإعلامية، من خلال اللي إحنا نوصل لهؤلاء المواطنين ونعرفهم ما يحدث من مشروعات وإنجازات، وإن إزاي دي يعني هذه الإنجازات وهذه المشروعات كنا طالما اللي إحنا بنطالب بيها وبنقول إحنا ما بنتحركش خطوة لقدام،
احنا دلوقتي بنتحرك خطوة لقدام، ويمكن احنا متابعين اللقاءات الأخيرة بتاعت سيادة الرئيس بيأكد على ان في غضون سنوات بسيطة اقتصاد مصر هيبقى من افضل الاقتصاديات على مستوى العالم. هذه الأمور كلها سهلة وبسيطة وممكن نوصل لكل الناس من خلالها. كان في حد يعني أحد الناس البسطاء بيناقشني، طب وإحنا هنعمل إيه بالطرق دي؟ قلت له يعني لو ما استفدتش منها بالوقت الحالي، المشوار اللي كنا بناخد فيه ساعة وساعتين بنوصل في تلت ساعة وفي ربع ساعة، هيستفيد منه أولادك فيما بعد من خلال أن أنت بتيسر الطرق للمستثمرين يقدروا أنهم يستثمروا على أرض الوطن ويعود على الأجيال الجديدة. أكيد هتستفيد لأنه عدد السكان بيزيد، في الطرق بتزيد، بالتالي المدن الجديدة بتزيد، يعني ده لأجيال قادمة كمان مش بس دلوقتي. والله أحيانا بسأل نفسي سؤال دايما، لو ما كانتش الطرق دي اتعملت بالشكل ده وتوسعة الشوارع بهذا الشكل والكباري اللي انشئت، يعني كان هيبقى الوضع ازاي والحال ازاي مع الزيادة السكانية الهائلة اللي دايما كل شوية الرئيس بيأكد عليها في لقاءاته. هنتوقف قليلا عند هذا الفاصل المعلوماتي وبعده بنرجع لاستكمال الحوار. أهلا بحضراتكم مرة تانية وعودة لاستكمال حوارنا مع ضيوفنا الكرام. يعني سيادة الوكيل كنا بنتكلم عن أهمية شعور رجل الشارع بإنجازات الدولة على أرض الواقع، وده مهم جدا. هل شايف أنه محتاجين أنه يبقى فيه مثلا دراسات لقياس نبض الشارع، لرصد مشاكل الشارع، إزاي هم أو الناس شايف المشروعات دي ازاي، وده بشكل حقيقي، هل ده محتاجينه؟ اكيد طبعا احنا محتاجين هذا الكلام. احنا مشكلتنا الكبيره ان احنا ما عندناش ادوات بتصل لقلب المواطن البسيط. يعني مثلا لو بصينا في مجال الصحه، الانجازات اللي عملتها الدوله المصريه في خلال 10 سنوات لعلاج الأوبئة المزمنة زي فيروس سي، وزي المشاريع اللي عملتها الدولة في الصحة اللي كانت بتخاطب بيها مين؟ البسطاء اللي ما كانوش لاقيين صحة زمان ولا لاقيين علاج زمان. طيب ايه الدولة عملت ايه؟ الإعلام بقى قاس مجهود الدولة ده ازاي؟ ووصلوا قلب المواطن البسيط ازاي؟ في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجال في كل المشاريع القومية. أول مثلا أنا شايف إن الدولة لأول مرة تهتم بالصعيد. صعيد مصر كان دايما مهمل. المشروعات القومية اللي قامت بها الدولة في صعيد مصر، طب أين دور الإعلام في إبراز هذه المشروعات للمواطن في الصعيد الغلبان اللي هو ما عندوش تلفزيون، اللي هو عايش لسه لغاية دلوقتي بنفكر إن احنا نوصل له مية ونسقف له البيت بتاعه. الدولة عملت مجهود كبير جدا 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 في خلال 10 سنوات السابقة عشان تعيد بناء هذا المواطن وتحسسه بالمواطنة. طب فين مجهود، فين الإعلام؟ أنا شايف إن الفن بجانب الإعلام يجب أن يكون له دور كبير جدا 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 جدا. أنا مش لازم أعمل مسلسل أو فيلم، أنا أعمل مادة فيلمية أو مادة إعلامية تذاع على كل السوشيال ميديا. دلوقتي الإعلام هو رأس مال، معاك فلوس تقدر تبث البرامج اللي انت عايزها في كل الدول. صحيح. طيب انت حضرتك دلوقتي ممكن تمدها ماده فيلميه بتبرز مجهودات الدوله المصريه وتحطها على كل السوشيال ميديا بالفلوس، هيبقى مجبر انه يعرض لك اللي انت عايزه، وبالتالي تقدر تواجه الافلام المضاده او الماده المواد الفيلميه المضاده اللي هي ضد الدوله، يتخلي المواطن يبقى شايف على ارض الواقع.
ما هو انا دلوقتي انا عشان انا مش شايف على ارض الواقع انجازات الدوله، لان انا عايش في المجتمع الكوميونتي بتاع الصغير ده، ما خرجتش بره. اللي بيخليني اخرج بره ايه؟ الاعلام. طب انا الاعلام ما قدرش يوصل لي الفكره دي، يبقى لازم انا اوصل له. لازم صحيح. طيب استاذ نيفين، نتكلم عن النقطه دي لانها مهمه جدا، دور الدراما. الدراما يعني وسيله فعاله جدا وجذابه جدا في التاثير في المشاهد لو اتعملت بشكل محترف. نعم. بتوصل المعلومات والافكار بطريقه غير مباشره، وبتاثر في الوعي الوطني. شفنا اعمال دراميه كتيره جدا، مسلسلات وافلام الحقيقه، واغاني قد ايه اثرت في الناس بشكل كبير جدا. لو اتكلمنا يعني، كان قبل كده عندنا قطاع الانتاج في التلفزيون المصري كان بيحافظ على ثوابت المجتمع وقيم وعادات وتقاليد المجتمع، وانتج معظم الاعمال اللي لسه لغايه دلوقتي عايشه ومؤثره في الناس، اعمال وطنيه وتاريخيه ودينيه واجتماعيه. دلوقتي شايفين انه مع الانتاج الحر ومع غياب دور قطاع الانتاج وظهور شركات خاصة وغيره، بقى في شوية دراما فيها عنف، بقى فيها بلطجة، كل واحد بياخد حقه بدراعه، مفيش دولة القانون، غياب أو ضعف الأعمال الوطنية والتاريخية والدرامية أو الأعمال الاجتماعية اللي بتحافظ على نسيج المجتمع وقيمه وعاداته. نعم. شايفة ده إزاي، وأهمية إن إحنا نعيد تصحيح هذا الوضع إزاي؟ والله اللي بيأكد كلام حضرتك مسلسل زي الاختيار، حقق نسبة مشاهدة عالية، عمل على بث الروح الوطنية في يعني في أذهان أبنائنا جميعا، خلى الأطفال الصغيرين يحسوا بقيمة بلدهم وبقيمة ما يبذل من أجل بلدهم والحفاظ عليها. بس حضرتك بتتكلمي عن مسلسل واحد وسط مثلا 30 مسلسل. نعم. أنا بتكلم عن يعني فين المسلسلات، الكم والكيف برضه. هو في السنتين الاخرانيين الحقيقه بقى في تركيز كبير على اللي حضرتك بتقوله، من حيث اختيار الموضوعات، من حيث اختيار القصص، من حيث اختيار ايضا ظهور البطل، سواء على مش على مستوى بس النواحي العسكريه، لا ده كمان البطل الشعبي، البطل اللي بيبذل مثلا كل جهده علشان اسرته تعيش في مستوى افضل. فبقى في قضايا اجتماعيه تخص مثلا المراه على سبيل المثال بتناقش، بقى في قضايا كتير يعني بتناقش هذا الأمر، أيضا الاهتمام بالأطفال، المشاكل الزوجية، يعني كل هذه المشاكل بتصب أيضا في تكوين نسيج المجتمع المصري. فبدأ السنتين الأخرانيين يتم التركيز على هذه الموضوعات وهذه القصص. أنت عارف حضرتك الأزمة عندنا في إيه؟ في الكتاب. يعني احنا محتاجين ناس كتيبة، ناس بتعي المشاكل بتاعة المجتمع الحقيقية، مشاكل الطبقة المتوسطة اللي أغلب الشعب المصري بيمثلها، يبقى في ناس عندها كمان روح الوطنية، يعني ما تبصش السم في العسل، لا تبرز إيجابيات هذا المجتمع. المجتمع المصري مش كله يعني نوع من أنواع البلطجية والبلطجة، ومش ده النموذج أبدا الشعبي. صحيح. حتى صحيح. لما كان بيظهر في أفلام ومسلسلات زمان كان بيظهر ببطولة وليس بهذا الشكل، التقليل من الإسفاف والمصطلحات والألفاظ الغريبة على المجتمع. صحيح. المصري، التقليل من الظواهر أيضا الغريبة على المجتمع المصري، يعني ما جيبش ظاهرة مثلا بتحصل واحد في المليون ولا ملهاش وجود ولا من نسيج خيال المؤلف، وابرزها على انها ظاهره في المجتمع. احنا بنشوف يعني دول بتنشر ثقافتها وبتنشر حضارتها من خلال الدراما. فاحنا عايزين، احنا اللي بنصدر الدراما يعني للشرق الاوسط كله، فعايزين اللي احنا نرجع لدورنا، هذا الدور الوطني، الدور الانساني. كان في زمان افلام ومسلسلات بيغيروا قوانين، بيغيروا انظمه، بيغيروا سياسات، فياريت نرجع لهذا الدور مره اخرى، وياريت يبقى يعني يبقى يتم انتقاء، يعني مصر ولادة وفي مواهب كثيرة، يتم انتقاء المؤلفين، كتاب السيناريو والحوار. صحيح. لأن ده مهم جدا، وعدم تصدير هذه الصور إلى المجتمع السلبي. أسمع بقى وجهة نظر حضرتك في الموضوع ده، لأنه الدراما مهمة جدا. أستاذنك في حاجة، وإحنا عندنا كمان في حرب على المنصات الإلكترونية بتزعزع ثوابت وموروثات المجتمع، يعني دي محتاجة وعي كبير جدا مننا علشان نقدر نواجه هذا الهجوم اللي جاي لنا من الخارج. حضرتك فعلا الهلم أثرت نقطة مهمة جدا. احنا ما عندناش كتاب. طيب مع عدم وجود كتاب ليه؟ لاضمحلال اللغة العربية عند شبابنا، فما بقاش عندك، انت عندك حضرتك
مسابقات القصة والشعر على المستوى العربي، بقيت بتشوف مصري بياخد بيتوج في المنصات العربية في الشعر أو في القصة؟ للأسف لا، لأن احنا التعليم الأجنبي في مصر على حساب المذر لانجوج بتاعتنا. هو الحقيقة كان السنة دي اللي فاز في مسابقة القراءة العربية كان مصري وكان المدرسة حكومية. جميل. ما لو قلت حضرتك قلت ايه؟ مدرسة حكومية لسه بتعلم الطالب صحيح القواعد بتاعت المصرية والعادات والتقاليد والمواصفات. طيب انت لازم عشان يبقى عندك لازم تبني من خلال التعليم جيل مقتنع بلغته معتز بيها، لغة القرآن. احنا عندنا الشباب الجديد بيعرف يقرأ القرآن؟ للأسف لا. ما فيش مين اللي بيعرف يجود القرآن؟ مين اللي بيعرف يقرأ القرآن؟ ما هو ده أساس اللغة. يعني شايف إنه تعدد أنواع التعليم عندنا تعليم دولي طبعاً وحكومي طبعاً يعني ده مش حاجة بيغير الهوية بتاعت الشباب. كل تعليم بثقافته، فعندك مختلف ثقافات. ما بتطلعش عندكش إنسان مصري، كلمة إنسان مصري صحيح. دي يعني بداية من مزروع مصري. فهي دي مهمة جدا التعليم، لأن هو هيبرز ليك أشخاص تقدر تفيدك في الفن من خلال القصة. عم حضرتك برضو للأسف الشديد الدولة لازم تتدخل في وجهة نظري أنا في منظومة الفن. منتج وده الأساس، ومخرج ومؤلف وممثل. ما ينفعش بعض المسلسلات بدون ذكر اسم تبقى هي واخده الترند الاول في التلفزيون وهي كلها قايمه على البلطجه. صحيح. والخيانات الزوجيه وحاجات الحقيقه، وبتصور البطل اللي بيقدر ان هو يسرق ويسافر بره مثلا او ينتصر على اعدائه بدراعه، مش بيلجا للقانون، انه ده هو ده القيمه ده الصح. هقول لحضرتك احنا في بعد سياسي قوي جدا جدا في هذا الامر. أنا لما من السكان المناطق الشعبية وشاف الدولة ممثلاني في المسلسلات بتاعتها إن أنا المجتمع بتاعي مجتمع بلطجة ودعارة آسف في اللفظ ومخدرات ورأس بالسكينة وبالخنجر، وده مجتمع إن أنا الدولة شايفاني كده، هل أنا هبقى راضي عن نفسي؟ وهل أنا هبقى راضي عن الدولة اللي مطلعاني من هذا المنظر؟ وفي نفس الوقت الدولة مطلعة مجتمع الكومباوند الحياه الرفاهيه اللي عايش في فيلل واللي راكب اخر عربيه احدث عربيه و طيب انا مش هقدر. شايف ده مجتمع في يعني رفاهيه، مش عايز اقول كلمه الانحلال، هي في رفاهيه زياده عن اللزوم، وانا شايف نفسي كده. طب انا مش هقدر ابقى زي دول ماديا، بس اقدر ابقى زيهم اخلاقيا. صحيح. فيبقى انا فرطت في كل القيم والمبادئ فكتها من خلال النموذجين دول. شايف حضرتك انه المنصات الالكترونيه اللي عماله تبث مواد دراميه فيها خروج عن المالوف وعن العادات والتقاليد والشرائع الدينيه والسماويه اللي جبل الانسان عليها، دي من ضمن حروب الجيل الرابع والخامس؟ فندم يعني استهداف الاخلاق ده داخل ضمن الحروب؟ بص يا فندم، احنا في مصر هم ما قدروش علينا سياسيا، ولا قدروا علينا عسكريا، ولا قدروا علينا طائفيا، ولا قدروا علينا مجتمعيا. الخطوة القادمة هي الصراع ما بين المتدين والليبرالي. تمام. الليبرالي المنفتح تماما اللي ما عندوش قيم ولا عادات ولا تقاليد، كل حاجة مباحة بالنسبة له. وأول حاجة في فكرة الليبرالية اللي بتتزعمها أو بتزعمها الحزب الديمقراطي دلوقتي في أمريكا فكرة المثلية. إزاي المجتمع يتقبل المثلية؟ إزاي نعلم الطفل من هو صغير انه يختار يبقى الجندر بتاعه؟ انت شايف نفسك ولد ولا بنت؟ دي مصيبه. يعني انت يعني مثلا في قانون طلع في كندا دلوقتي، حضرتك لو ابنك دخل المدرسه واتسال باباك قال لك انت ولد ولا بنت، وقال لي بابا قال لي ان انا ولد مش بنت، يبقى انت كده بتضغط على ابنك عشان يختار الجندر بتاعه، حضرتك تعاقب بالسجن. تمام. ده احنا لا يمكن هنصل لهذا الامر، بس احنا لازم ناخد بالنا من اطفالنا. صحيح. وانا بعد استاذنك يا فندم مش هطول لحضرتك، انا يعني من خلال حضرتك يا ريت ان الدوله تتبنى فكره وول ديزني في امريكا نخليها هنا في مصر. ان انا اقدر اعمل ماده فيلميه كرتونيه تخاطب الاطفال المصريه، وهذه ظهرت بالفعل في بعض الافلام تشرح للاولاد تاريخ مصر صحيح وعظمه مصر صحيح ومجتمع مصر
ده مهم فعلا. الحقيقة أنه الموضوع محتاج كثير من المتشعب، وفي داخل فيه التعليم والثقافة والأسرة والمؤسسات الدينية، حاجات كتير جدا داخلة في قصة مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس يعني. لكن للأسف وقتنا انتهى، إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى. بشكركم جدا على تشرفكم لينا، المحلل السياسي لواء الدكتور أحمد الجزاوي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك. أستاذ نفين شحاتة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا. أنا بستأذنك قبل ما نقفل، بس أنا في أبيات أحب أهديها للقوات المسلحة المصرية بمناسبة إعلان مصر، بقول فيها: يا بلادي ما تشيلي هم، ليك الروح والدم، رجالة جاية جيوش، في الشدة أسود وحوش، في إيديهم السلاح ما يهمهم جراح، وحي على الفلاح الهمة والكفاح، حالفين بعهد الله وأرضه وسماه، لا يحموك يا غالية وتفضل راسك عالية. يا بلادي ما تشيلي هم، ليك الروح والدم، يجي العدو يحارب ما يلاقي النفس قارب، يحميه من الطوفان وأقدام الفتيان، يهرب من كتر خوفه، يرجع ما حد يشوفه، حالف تاني ما يعود ولا يعدي الحدود. يا بلادي ما تشيلي هم، ليك الروح والدم، يا مصر خيرك ليكي وبأرواحنا نفديكي، عايشين بيكي وليكي. يعني خير ختام لحلقتنا النهاردة هذه الأبيات الجميلة. بشكرك جدا، شرفتونا ومشاهدينا الكرام، كل عام ومصر في عزة ونصر. شكرا لحضراتكم، إلى اللقاء.